بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ودعنا بالأمس الناشطة ريهام الشابة، هي في مقتبل العمر، ولن أنسى موقفا من مواقفها ونحن في الدفاع الجوي بعد أن حررنا اللواء 35، عندما تخلى الرجال فوقفت بجانبي هي وكانت تحمل الماء وتحمل الكعك وتضمد الجرحى إلى هذا الحد. كانت ريهام وكانت تقول يا عم سأحمل عنك هذا السلاح ثقيل عليك. إنها امرأة تساوي عشرات الرجال، إنها تحمل نفس ربتها في جسدها كما يربى الطفل الصغير، حتى أوصلتها إلى أنها كانت نفس مطمئنة. والله تبارك وتعالى حينما أقسم في سورة الشمس وضحاها أقسم 11 قسما على تزكية النفس، فريهام كانت من اللواتي يحملن نفوسا كقمم الجبال الشامخة، كانت كجبل صبر هذا أو أعظم من جبل صبر. هذه ريهام في كل موقع كانت تحمل كل شيء، الماء، حتى كان بجوارها امرأة أخرى في ذلك اليوم في الدفاع، كنا مستغربات أين الذخيرة؟ لماذا لا تضمد الجرحى؟ أين الإسعافات؟ هكذا أنا من أصحاب القلوب القاسية لا أبكي، لكنني أقسم بالله أني بكيت ذلك اليوم من هذه البنت الصغيرة. يا عم إذا تعبت سأحمل عنك السلاح، تقول لي هكذا، وكانت تحمل السلاح وأنا أحمل الماء، وكنا نسحب القرحة، وكانت بخمارها تمسح الدماء للشباب. لن أنسى هذا الموقف أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها في الشهداء، وجزاكم الله خير.